يقف مكتوف الأيدي مذهولا، فقد أخذت منه عصابة ما يملك من أبقار. هو حال الفلاح سفيان نفير القاطن ببلدية عين بوزيان، يتفقد مكانها مرة ويطعم صغارها بمرارة مرة أخرى. تعشيت في الليل، تعشيت طلعت قصرت شوية مع جماعة، جويهتنا زدت طليت على الكراج هنا، لقيتهم في الكراج. روحت الصباح على التسعة كيما نط قهويت وهذا، بجيت طالع كيف فتحت الباب لقيت الباب تاع الكراج مبلع، كيف فتحت لقيت الكراج ما كاينش. دير من الخلعة وليت نجري هيك بالك، قلت فك وعاوتاني نخربط وحدي. شفتك وليت عيطت على صحابي منا، قلت منا تسرق تا تسرقوا لي البكراج. جاو يجيرو صحابي، هبط للدرك، جات الدرك. هكذا كان يطعمها، وبهذه الآلة كان يأخذ حليبها ليعيل عائلته المصدومة هي كذلك مما حدث. شوفوا شوفوا في انه عندي خمسة دراري ما عندي حتى خدمة، هذه خدمتي، عندي ثلاث بقرات راني سقات منهم، نبيع الحليب نجيب لولادي الخبز، راه معيبوني دوك ما عندي حتى حاجة. وش نقول لكم، شوف للسلطات الجزائريه كاش ما تعاونني. تأثر الرجل لا يتوقف على فقدانه لمصدر رزقه فقط، ففقدانه لمشيته باعتبارها محور يومياته أثر عليه كثيرا أيضا.